عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غادي نقدم معكم طاجين ديال الخضره مشكله، غنديروا معاها شويه ديال الزبيب، شويه البرقوق، مشماش والزيتون. ندوزو دابا الطريقه. دابا جبنا الطاجين، غنديروا فيه واحد البصله، غنديرو المطيشة، الطاجين كيجي صحي وغنوغ بنادم يعيط، ميبقاش بنادم ديما اللحم والدجاج، مرة مرة يعيط. هما جوج مطيشات وبصلة. دابا غنسد فوق الخضرة، دا البسباس تاع دواور، البسباس لحقاش كي شوية قاسح كيبغي يشد طياب، ديرو هو لتحتاني. غنديرو الشوفلور، غنسدفو البطاطا، بطاطا حلوة وبطاطا العادية. دابا غنسطفو الخضرة دي، غنسطفو خيزو، نديرو قريعه، قريعه صغيرات هي تجي زوينه. كبنو بطاطا، دابا غنجيبو برقوق، مشماش، شويه ديال الزبيب، جلبانه، شوية زيتون،
حبيبات باش كيبدنوا لينا. دابا غنجيبو مطيشه وحده غنقطعوها هكا دواور ونزوقو بيها. صافي غنديرو هاد الحار، نجيبو ليقان عندنا معلقة صغيرة ديال الخرق ومعود، ونص معلقة ديال السكينجبير، نص معلقة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال الملح، وغنديرو معاها كاس تاع العلبة منكملوش كامل. صافي وغنديرو هاد القامة كاملة، غنديرو على الخضرة. صافي غنديرو دابا زيت العود، ندير واحد شويه ديال زيت العود، صافي طيب نعاودو نديرو ليه شويه زيت العود. دابا غنديرو على البوطه، من الاحسن هو كيجي على الفاخر، كيجي زوين وكيجي لذيذ. دابا حنايا اساسوار غنديرو على البوطه. دابا الطاجين ديالنا درنا على البوطه ونقصوها، خلوه يطيب على خاطر نتلاقاو بعد ما يطيب. صافي دابا الفرن فين على الطاجين، غنديرو ليه داك النقيته ديال الزيت، هذا هو الشكل النهائي ديال طاجين الخضره مشكله. الا عجبتكم الوصفه ديروا لايك واشتركوا في القناه، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء. بالصحه والراحه.